He was so irresponsible that he had in less than 2 years. يعني هو كان غير مسؤول في أقل من سنتين. Not his family fortune. ثروة أسرته. الإجابة هتكون squandered يعني ضيع أو أتلف الثروة الخاصة بأسرته. Number 22. The traffic space in the city gets even worse during the summer and rush hour. يعني نقط المرور اللي في المدينة بتسوء خاصة في فصل الصيف وساعة الذروة. أختار كلمة مناسبة لكلمة traffic المرور. هختار كلمة congestion أو traffic congestion اللي هي الازدحام المروري. If we go on wasting energy لو احنا استمرينا في تضييع الطاقة we will not serious environmental problems مشاكل بيئية خطيرة. نحن سوف ينتهي بنا الأمر إلى مشاكل بيئية خطيرة. يبقى اختار end up with. It's a good idea فكرة جيدة to recycle إن أنا أعيد تدوير أو أعيد استخدام household space to save our environment علشان أحافظ على البيئة بتاعتي. إن أنا أعمل إعادة تدوير لإيه؟ للمخلفات. يبقى household waste مخلفات الخاصة بالمنزل. He may look 30 يعني ربما يبدو أنه هو عنده 30 يعني 30 سنة. But he is لكن هو 45 لكن هو في الواقع أو في الحقيقة actually 45. It is the role أنه دور of the not to provide the young with job opportunities إنها تزود أو تعطي الشباب فرص عمل. دور government الحكومة. If any of these symptoms occur while taking the medicine يعني لو أي من هذه الأعراض حدثت أثناء تناول الدواء you should يجب عليك your doctor immediately يعني طبيبك على الفور. You should consult تستشير الطبيب على الفور. Fill in the spaces. Asthma, motorists, procure, recently self-employed. Asthma يعني الربو ضيق في التنفس. Motorists يعني السائقين. Procure يحصل على شيء بصعوبة. Recently مؤخرا أو حديثا. Self-employed ذو مهنة حرة أو يعمل لصالح نفسه زي ما قلنا. Mr. Haney has space been promoted to assistant manager. Been promoted يعني ترقى إلى assistant manager مدير مساعد. Due to بسبب his hard work يعني بسبب عمله الجاد. But Mr. Haney has recently يعني مؤخرا أو حديثا أو من فترة قريبة تم ترقيته إلى مدير مساعد. My uncle could space two tickets. استطاع عمي نقط تذكرتين for us لنا in the front row يعني في الصف الأمامي in the theater في المسرح. استطاع أن يحصل على بصعوبة. يبقى procure two tickets. Procure يعني يحصل على شيء بصعوبة. People who are often exposed to dusty or stuffy atmosphere suffer from يعني الناس اللي هي غالبا بتعرض إلى التراب أو الجو الخانق دايما بيعانوا من الربو أو أسمى. Space who don't fasten the seat belt الناس اللي هي ما بتربطش حزام الأمان or use the phone أو اللي بيستخدمه الموبايل have to pay a fine عليهم أن يدفعوا غرامة. طبعا هنا اختار motorists إن هم السائقين. I prefer to be space to working for an inhumane employer أنا أفضل أن أكون نقط على أن أعمل لدى مدير سيء أو مدير قاسي أو غير إنساني. أفضل أن أكون self-employed طبعا يعني ذو مهنة حرة أو أشتغل لصالح نفسي. Smoking has caused space damages to his lungs. تدخين سبب نقط أضرار أو خسارة أو تلف إلى رئتي. سبب irreversible damages يعني أضرار لا يمكن تغييرها أو لا يمكن الرجوع عنها. 34. Her popularity as a singer has space since the glory days of the 1980s. يعني شهرتها كمغنية نقط منذ أيام الشهرة أو أيام المجد في الثمانينات has diminished يعني قلت أو انتقصت. Last one. The space is expected to cause problems for motorists tonight. يعني نقط متوقع أنها تسبب مشاكل
للسائقين هذه الليلة. The smog، الضباب الدخاني. My best wishes to you.